فأعطى الآخر إلى خصمه فقتله، فهل يكون الممسك هذاك السبق؟ قلنا لهم أنه يتعتب، وعلى ما قالته وزارة العدل أنه اختاروا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقول لهم عندكم ذاكرين القصة؟ ما اسم الولد؟ أصيل. ما اسم ما اسم الأمير؟ يعلى ابن أمية. لا لا ما اسم بني أمية، اسمع هذا أمية هو اسم اشترك، لدس كله بلفظة أمية، هذا تلقى كله أمية بن خلف، أمية بن كذا كذا، أمية بن خلف الذي قتل في يوم بدرين ليس من بني أمية، هو من بني جمح. أمية بن خلف الجمحي من بني جمح، لكن لفظ أمية هذا يأتوا به يسموا بها كذا من أسماء العلا. وقصة اليمين الزبيري من هو؟ أفضل مشو أنتم ها أتيت الظاهر للطلبة حتى المسجد لو ما جالس حسي عندها تسولوا أنتم ها؟ ماذا؟ الذي يصدر يعني يتيجي خطأ يقول على الغلطة يعني على الغلطة في السيارة وفي الجمهور إيه؟ طيب ولا يعني أنا نغلطة ولا يصدر في الشارع هابك دم المسلم لا يهدر ولكنه باب الخطأ ولكن في الشريعة أنها على العاقلة فعلى الدولة أن تضبط القبيلة يخرجوها 10 ريال على كل فرد أو 100 ريال على كل فرد أو 200 بتودية الجاري خضاء الشريعة هكذا. ما الفرق بس بين السيارات عندما تصل السيارتين عندما تكون بديها والغلطان مثلا واحد لا بس ما هل ماتوا في الصدام أو ما ما ماتوا ما قلش في الشريعة أن حديد السيارة محترم وهذا لا بد أن يتوقيمته بعدش لكن دم المسلم محترم الناس في السيارة اللي هو خارج منهم الدم إيه إيه. باشي باب في دم المسلم وروح المسلم إحنا جو أما السيارة فرع ها؟ القصة ما لكم ما تسألوني وقد قريتكم كتاب الأيمان ما لكم ما تسألون وقد قريتكم كتاب الدعوة والإجابة ها؟ ما تسمعوا شو يقولوا الزبيري هم قرينا لكم على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ولا حد حاكاني أبدا وطلبة المسجد قالوا ما هي اليمين الزبيري وهذا لا الاسم ما قلتوا قلت تكلمنا من اليمين في اليمين الله وتكلمنا في اليمين الغموس وتكلمنا في اليمين المعقدة وتكلمنا في التعاوى وتكلمنا في باب الذكور عن اليمين وانتم ساكتين هذا اليمين الزبيري يحرم على القاضي أن يحلف الغريب بها وأيضا يحرم على الغريب أن يحلف غريبه باليمين الزبيرية وذلك لأن الأيمان لا تكون إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيأتي باليمين أو يغلطها فيقول قل والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره العزيز الجبار المتكبر أو أي شيء لكن لا يجوز للقاضي ولا يجوز للغريب أن يحلف بالطلاق يقول لحلف أنه ما فعل كذا كذا وإذا كان قد فعل كذا وكذا فزوجته طالق يحرم أن يحرفه بالطلاق يحرم على القاضي
أو على المواطن أن يحلف غريبه بالطلاق. هذه بدعة أول من ابتدعها بعض قضاة بني أمية، اسمه سلمة ابن سلام، أحد قضاة بني أمية، كان يبايع المعاوية ويقول: وإذا خنت أمير المؤمنين أو نكبت بيعته فزوجتك طالق. هذا اليمين المبتدعة. وقدر العلماء على أن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بشيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا يجوز أن يحلف بالطلاق، ولا يحلف برأس أولاده، ولا يحلف بأي شيء، هذه محرمة. لكن اليمين الزبيري هذه ما هي؟ وهل يجوز؟ ما هي اليمين الزبيرية؟ ولماذا سمعت يمين زبيرية؟ وهل يجوز للإنسان أن يحلف غريبه باليمين الزبيرية أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يحلفه أو لا؟ هذا لا يجوز. وأما أنها سميت الزبيرية لأن أول من حلف بها هو فلان بن فلان الزبيري في أيام هارود الرشيد. قال علماء التاريخ أنه جاء الزبيري هذا إلى هارود الرشيد فقال: إن يحيى ابن عبد الله يبايع الناس لنفسه ويريد أن يخرج على أمير المؤمنين. وهذا يحيى ابن عبد الله هو أحد السادة العلويين الفاطميين من ذرية الإمام علي بن أبي طالب، وهو يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فقال هارون الرشيد للزبيري: هل تستطيع أن تشهد علي بحضوره؟ قال: نعم. فقال هارون الرشيد: ارسلوا إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن. فأرسلوا إليه فوصل، فقال له هارون الرشيد: أليس بيني وبينك معاهدة أنك لا تخرج علي؟ قال: نعم. قال: ولكن الزبيري يقول أنك تبايع الناس للخروج علي ونكث بيعتي. قال: هل هذا صحيح؟ قال: نعم. وأين الزبيري؟ قال: هو هذا هو ده. قال: ما تشهد؟ قال: أشهد لله أن يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب يبايع على الناس للخروج على أمير المؤمنين هارون الرشيد. قال العلوي: ما دوقت هذا قد تكسرني، لكن دعني أحلفه. بعد ما حلفه تكسرني ولا ما دوقت هذا؟ فقال حلفه، فقال له: قل. خرجت من حولها يكتب كذا القلب، أين البيان حقك؟ ما نشتش في الدفتر، ما يدول كتب. اكتب أولا اليمين الزبيرية التي تشتهر عند القبائل، فيقال حلفوها اليمين الزبيرية واخترهم سوداني باو. واحد قد كان يحضر علي ويجنني: حلفوها اليمين الزبيرية، حلفها اليمين الزبيرية، وباي اليمين الزبيرية. قال: ما ترى انتاري انت وانا، فانت القاضي وانا سوداني باي. اليمين الزبيرية هذا هي أنه قال له: قل. خرجت من حول الله وقوته، خرجت من حول الله وقوته استخفافا واستكبارا على الله. على لفظ اخترعها العلوي هذا.
خرجت من حول الله وقوته استخفافا واستكبارا على الله إلى حول الشيطان وقوته إلى حول الشيطان وقوته. أن يحيى بن عبد الله يبايع الناس هذه هي الأسئلة. فحال ما قال هكذا قال هكذا خرجت من حول الله وقوته استخفافا واستكبارا على الله إلى حول الشيطان وقوته. أن يحيى بن عبد الله يبايع الناس ضد هارون الرشيد. قال خلاص بعد حين تشيط شل لدي الحبس وتحقق في مسألتي ما تشيط الفعل. وخرج الزبيري خرج اسود وجهه وخاذل جسمه فلم يتمكن من المشي فرأوه وإذا وجهه قد اسود وإذا ركبه ثبرت وإذا لونه ولسانه قد اندرع ولم يستطع أن يتحرك. فأخرجوه يداووا ودخلوا إلى هارون الرشيد فقال أطلقوا العلوي واقبروه وساروا قبروه. فاعتقد الناس في هذا اليمين الزبيرية أنها تخذل الواحد ما بتخذلش أبدا. إنما السيد المظلوم هذا دعا الله سبحانه وتعالى على غريبه ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فكيف والرجل هذا العلوي الفاطمي الفاضل العالم المظلوم الذي وشابه إلى عند عدوه هارون الرشيد فودع عليه دعوة تصيبه فأصابت الدعوة. أما أن اليمين فكايب من شخص بنحلف بالله تعالى وما بيقدعش هو عشان بيخرج بيصير بشي. في بعض الأحوال يعاقبها الله في الدنيا وفي بعض الأحوال لا يعاقب. قال إذا قتل شخص عمدا المصادر إذا أنتم تشتوا وقالوا لكم في أي مصدر فقولوا كتاب عصر المأمون. هذا القصة اطلعت عليها قبل 60 أو 50 سنة في كتاب اسمه عصر المأمون كتاب للرافع محمد فريد رفاعي أحد علماء مصر المعرخين ألف كتاب في 3 مجلدات اسمه عصر المأمون. وقد كنت أتوهم أنها لا توجد هذه الاسم وهذه اليمين إلا في بلادنا فوجدت القصة في كتاب عصر المأمون كما أنني وجدته أيضا في كتاب الحدائق الوردية في مناقب علماء الزيدية للمحلي للعلامة المحلي كتاب اسمه الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية في ترجمة العالم الزيدي يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وهذا الكتاب هو مصدر أهل اليمن حينما نقلوا في حواشي شرح الأسهل وفي كتب الفكر اليمين الزبيري ونصوا على أنه يحرم التعريف بها هم نقلوها من هذا الكتاب من الحدائق الوردية في مناقب علماء أئمة الزيدية. قال إذا قتل شخص عمدا ثم عفي عنه هل يجب وجوبا أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن يأتي بالدية ماشي؟ لا 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 الخطأ القتل إنما هو ينقسم إلى قسمين خطا وعمد. الكفارة لم تأتي في القرآن إلا في الخطا ومن قتل مؤمنا خطا. أما العمد فلا سوى التودية أو لم يأتوا بالدية هذا شيء آخر. ما بين ورثة المقتول وما بين القاتل هي الدية. أما ما بينه وبين الله فإن كان خطا فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين فالشهرين مرتبطا بالخطا وليس مرتبطا بكونه قد عفوا عنه.
عند القبائل لا يسلموا القاتل ويحولوا دونه فهل يعتبروا مشاركين ولهم حكمه؟ ثم إذا وجد صاحب القتيل القاتل ومعه رجال من قبيلته فهل يقتلوا؟ ولماذا ودافعوا عن بقتلهم؟ وما الحكم الشرعي في هذا الحالة على من قتلهم؟ هل يقصص بهم أم ماذا؟ القبيلة الثانية والشريعة الثانية، الشريعة أنه يضرب عند القاضي والقاضي يبرره أو يحكم عليه ويحكم بخطأ أو بعمد والدولة تنفذه، أما أنه يقتل نفسه أما أنه يحامي عليه فلا. هذا مش سؤال لفيتها غلط، مثل الذي قلت كان يخرج يقرد الجرأ يلفلف جرأ ذات حق بين حقرب وحنشا، لا أبا يصلى ما قدوا في التيمة وفتحه وإذا حنشان وعقرب، وهذا اسمه فتحته وإذا وحقا ثاني. ما هو هذا الصديق المزارعي؟ ما هو الصديق المزارعي؟ قال جاء من طلبة المدارس في التطبيق العملي، وهو هل يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية أو التي ليست من أهل الكتاب وبعض معها في حياته الزوج وبقي معها في حياته الزوجي وهي كافرة، وكذلك هل يصح لأحد منها أن يزوج رجل لا يصلي؟ وهل يأثم إذا فعل ذلك؟ وما الحكم إذا ترك الرجل الصلاة وهو مزوج، أيبقى مع زوجته أو يفرق بينهما؟ ديدج على الآخر لأنه خارج عن الموضوع، وقد سبق أن قلنا أن احنا نقدم ما كان في الموضوع، وما قد كان خارج فإن بقي في الوقت ماشي حمد الله ويسأل واحد ثاني ما قد عدم وش الذي أيسألهم، لأن عاد إحنا لازمنا في البايتة، لازمنا في الأسئلة البايتة. قال ذكرت أن الوالد إذا قتل ولده فلا يقاد به، وإذا طالب ورثة الولد بالدية فيسلمها الوالد ما عدا السدس الذي لهم بعد ولده، ألا يكون قتل ابنه يحجبه من الميراث؟ يحبس ما عدا يورث. نعم ما عدا يورث، القاتل لا يرث، القاتل ما عاد يرث، بل يأتي بالدية. ثم سيأتي في باب الفرائض هل القتل المانع من الإرث هو القتل مطلقا أو القتل العمد؟ هذا سيأتي في باب الفرائض. أجمع العلماء على أن القتل من موانع الإرث، فمن قتل فإنه لا يرث، ولكنهم اتفقوا في قتل العمد واختلفوا في قتل الخطأ. هذا سيأتي في باب الفرائض. فرائض إذا كنت أنا وصاحب لي في جهاد فأردت أن أضرب بالرصاص على العدو فوقعت الرصاص على صاحبي فبات، فهل علي أدية على العاقلة إلا إذا عفى عنه؟ مثل ما القصة التي وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عفوا عن قتل المسلمون مسلم خطأ فعفوا عنهم ولم يذكروا الدية. رجل قتل أخته وزوجها عمدا كذا زيد معه، فما هو الحكم؟ اقتله. المهم البرهان، هل صح عنده قتله؟ وبالأخص ما حكمه في قتل أخته علما بأن أخته شقيقته من الأم والأب؟ لا فرق، قتل الرجل أو المرأة القريب والبعيد كله سواء،
هذا مقطع راسه ما بشغل. هو ولد. ها؟ هو مرد. على شريعة بيت براع. أو على شارعة الحيفة. لا على شريعة أبو حنيفة. على شريعة الحيفة. هكذا في القبيلة. وإلا فيما بشأن الطعام يخلو الرجل المقتول ديه زوج الأخت هذا ورثته يطالب بالديه عند القاضي وورثة البين الأخت هذا يطالب بالقصاص فيحكم الحاكم في حكم هؤلاء بالقتل وفي حكم هذا بالتين للمرأة ويصير يخرجوا من تركته التين وبعدها يكسبوا التركة إذا هم يشتوا يقع المحامي حقهم في غاية من الحد وأبا يوصل يقول ما أشتي إلا جمجمته ولا يشتي مثل ما بيقول صاحب السؤال كذا يقتلوا برتي لأنه قد قتل أخته أنا من الأم والأب وقتل زوجها في اشتي هذا ما يحكم الحاكم إلا بالقتل وإن طالبوا بالديه فالحاكم ما يطالب إلا بالديه ولكن الأولى أن ورثة البراء يطالبوا بالقصاص وورثة الرجل يطالبوا بالديه ويحكم الحاكم لهؤلاء بالديه ولهؤلاء بالقصاص ثم يكسب الديه هذا نصين ولا نقول العكس لا إذا كنا يطالبوا بالقصاص في حق الرجل وبالديه في حق البراء في الديه هي على النص فتكون أقل فإذا هو في غاية من الحذق فيعملوا هكذا يسووا اتفاقية عصبة البراء وعصبة الرجل ويقولوا واحد يطالب بالديه وواحد يطالب بالقصاص والديه إذا سلمت من تركة بعد قتله لتقاسمها معا وبناء على ذلك فيأخذوها الديه كاملة الذي طالبوا بالقتل وهم عصبة الزوج هذا ثم يأتوا لعصبة الزوجة لأن القتل وقع لهم جميعا قال السيد سابق أن الجني الصلد إذا كان عمره 14 فإنه يغسل ويصلى عليه ويخرج ولو خرج ميتا هذا رأي له رأي إذا صح أن السيد سابق قال هكذا فهو رأي له ولا فقد طالعت هذا الكتاب لا أدري قال هذا أما المنصوص عليه الذي قرأنا في سبل السلام وفي ليلى الأوطار وفي شروح الحديث وفي كتب الفقه فإن البدار على وجود العطاس أو السعال أو الحركة أو البكاء أما هذا فلا وجه للتفرقة ما بين الأربعة إن صح عن سيد سابق قال هكذا ما الفرق بين الفرس والبغل الفرق بين الفرس والبغل أن البغل ورد النص أنه لا يؤكل مثل ما الحمار وأما الخيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز أكله يسأل ضارب الحيد ذات ما هو الجواب أولا أنني ليس ببيطري هذا من اختصاص الطبيب البيطري الذي سيعرف ما هو الفرق بينهما أما أنا فأقول أنه إذا نزل الفرس على الحمارة أو الحمار على الفرس الأنثى فإنه ينتج منه البغل البغل لا يلد إلا في كذا كذا ألف واحد من فلتات الطبيعية ما يلج البغلين لا تلد ولكن هي مولد ولأجل هذا ما كان العرب في مكة والمدينة يعرفون البغلة إنما كانت البغلة موجودة في بلاد الحبشة وفي مصر وفي الشام في بلاد سوريا والعراق وغيرها قالوا أول بغلة
عرفها الصحابة هي البغلة التي أهداها المقوقس عظيم القبض إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمها دلدل، وهي أول بغلة وصلت إلى بلاد العرب. أهل الحجاز ما كانوا يعرفونها. فقال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو صنع لك يا رسول الله هكذا فإنها مولدة من الفرس والحمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يصنع ذلك الذين لا يعلمون. قال بعضهم: في كراهة إنزاء الحمار على الفرس أو العكس، من استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعمل ذلك الذين لا يعلمون. إذا مات الطفل في بطن أمه من أثر الجناية ثم خرج وهو طفل كامل، كان يكون في شهر التاسع وخرج ولم يعطس ولكنه مات، وكانت أمه تسمعه يتحرك في بطنها، تسمعه أو تحس به هكذا، وكانت أمه تحس به ما تسمعهاش شو لازلكي، وكانت أمه تحس به يتحرك في بطنها قبل الجناية، فما الحكم؟ الجواب: قد أجبنا عليه 4 مرات أو 5 مرات. إن كان قد عطس أو بكى فحكمه هكذا، وإلا فلا. يقول: لا، تتحرك، قد يتحرك وما كبش في الروح، وذاك الذبح والثور تبشروا اللحمة تتحرك، وقد يحرك والرس هذاك جالس يتحرك، الحركة وحتها هذا ما تدلش حتى يعطس. قال بقى: وعلي الحرام، ما تدرس ابنتي في تحفيظ القرآن؟ هذا من باب الطلاق، يخلي لا وارث يبقي في الوقت، وإلا فالعلماء في الدنيا كثير، ولا سيما في صنعاء، ولا سيما في جامعة الإيمان. ابن الكافر أو الذبي الذي خرج من بطن أمه وقد عطس وتولى المسلمون أمره، غسلوه وكفروه وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، فهل يرث من أمه الكافرة؟ مع أننا قد حكمنا عليه بالفطرة وهي الإسلام، مع أنه لا تورث بين أهل ملتين، بعدهم قد حكمت عليه بأنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودان وإن نصرانه. وما دام قد قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين، فليس له أصح، فليس له. السؤال والجواب في ورق واحد، أخذت الجواب من نفس السؤال نفسه. قال: بمناسبة قولكم توفى الجنين، يدفن الجنين كما يدفن الشعر والبثر، هل يجب دفن الشعر والظفر والسن؟ وما قولكم في من يقول للذي نزع سنه اتياء الى عين الشمس؟ نرجو توضيح. خرجنا من الشريعه المطهره ومن الاحاديث الصحيحه الى الخرافات والترهات. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطفن شعره وظفره وسأله كل ما قد كان هذا يدفنه، لا هذا الشعر أي لوث الأكل والشرب وغير ذلك. فينبغي للإنسان إذا حلق أو غيره أن يهد. كذلك ورد في الحديث كذا وكذلك الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيب هذا الدم، حينما احتجب النبي في بقعة لا يراها تدفنها، صار شربه فقال: قد غيبته في بقعة لا يرى أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك شربته. قال: نعم. قال: ويل لك من الناس، وويل لك وويل الناس منك، أن يكون يعني قوي هذا اسمه. أما كونه يرجم السن إلى عين الشمس ويقول لها: يا شمس شلي لش سن، شلي لش سن غزاء
حما والتيلي سد غزال، فهذا من عوابد الجاهلية ومما ورثناه عن الجاهلية. فقد ذكر العلامة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من جملة عوابد الجاهلية وعادتهم أنهم كانوا يرجمون السن الطفل الذي قرعه وهو صغير إلى الشمس ويقولون سيبدلهم بسن أخرى. هذا موجود، رجم الشمس إلى عين الشمس موجود في كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. إذا قيل لكم من أين لكم فقولوا من شرح ابن أبي الحديد على كتاب نهج البلاغة. سبع بعر وسبع حصى ثم نرجم على زادوا في أرحب رواية آخر استحسنوا استحساسا لم يكن من عادات الجاهلية الأولى، وإنما اجتهدوا بالبعر وبمه بالحصى وبالبعر. فإذا سألتم فقولوا البعر والحصى من استحسانات واجتهادات قبائل الأرحب، وإن قد كان الرجم إلى عين الشمس فهذا من أيام الجاهلية كما قال ابن دقيق العيد صاحب حمد الحق. كل واحد يتي على عيوب حق بلاده، لا تقعوش كل فيكم، لا تنغم، لا تنغم شوش باشي، لا تنكروش ها؟ لا لا ما يتصورش أبدا. ابن دقيق العيد ها؟ ابن أبي الحديد العيد. ابن خلط. كل ابن أبي الحديد هذا الكلام يعني يروي أن ابن أبي الحديد. لا ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد العالم الشيعي المعتزلي الجعفري له كتاب اسمه شرح نهج البلاغة في عدة مجلدات، أربعة مجلدات كبار، لو يفرد في مجلدات صغير لكان في 12 مجلد. هذا شرح نهج البلاغة موجود في آراء المعتزلة والشيعة وغير ذلك. أما ابن دقيق العيد فابن دقيق العيد وهذا ابن أبي الحديد من علماء بغداد في منتصف القرن السابع من الهجرة، وهو صديق ابن العلقمي، وابن العلقمي هو الذي تعامل مع التتار لاحتلال بغداد وإسقاط الدولة العباسية. أما ابن دقيق العيد فهو العلامة المجتهد المحقق أحد تلاميذ العلامة عز الدين ابن عبد السلام، توفى سنة 702 من الهجرة في مصر. وأما ابن دقيق العيد فتوفى سنة 656 في بغداد، ولا علاقة له بإيهاب شيء آخر وهذا شيء آخر. ما حكم الشرع في إبراء يهودية أسلمت وهي حبلى ثم ولدت وباتت وبعد فترة قتل الطفل، فلمن تكون الدية؟ تكون الدية لوالد الطفل هذا أو الطفلة، لأنه الأصم الوالد الشرعي. هل العبر بالروح؟ فإذا كان الرجل ضرب المرأة فخرج الجنين بعد أكثر من 42 يوما وقد نفخ فيها الروح الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماشي بشي العبر بنفخ الروح، ليس العبر بنفخ الروح. قلت لكم إذا استهل المولود سيلوا، إذا ما صدقتونيش بعدكم تستوى الشهود، سيلوا بسنو سبل السلام، سيلوا بسنونا إلى الأوضار، سيلوا بسنو شروح الحديد، وستجدوا ما قال الفقهاء حول الموضوع. قال على أي أساس قدرت وزارة العدل أن دية الرجل 700,000 ريال وما دليلهم؟ هذا السؤال يقدم إلى وزارة العدل وإلى مجلس القضاء الأعلى، ولست في وزارة العدل ولا في مجلس القضاء الأعلى. إذا هم يكونوا يصدروا القرارات وهكذا كل ما فعل شيء
الطيلة الطويلة دي ها واليوم الأول التولية الجديدة فيها البلك حسين بلك المملكة الأردنية الهاشمية وهو يقبل زوجة المجرم الإرهابي الذي قتل المسلمين في المسجد الأقصى والذي ترأس الجيش في حرب حزيرة والذي ما رأيك؟ قلت ما رأيي بعد يحتاج فتوى يحرم على الإنسان المسلم أن يمس أو يلمس يد إبرة أجنبية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يطعن أحدكم بحديدة خير له من أن يمس يد إبرة لا تحل له. هذا وهي رجل عادي وإبرة مسلم عادي، فكيف وهي كافرة وكيف وهي حربية؟ لأن الكافر ينقسم إلى أقسام، كافر حربي مثل إسرائيل وكافر غير حربي مثل أهل سويسرا وأهل بلجيكا وغيره. قاتل لكن ما بينش بين الحرب ولا بين الحرب ولا بيننا وبين الشيء وحده. هذا يسمى كافر حربي. وأيضا عاده أبو هاشم أبوه لو عاده رجل عادي، لكن ملك المملكة الهاشمية تحبنا ذلك، ملك المملكة الهاشمية ويسن يقبلها والمصور يصوره ويجو يطولي للمسجد. ما رأيك؟ ما دراني جاني من أب واحد استفتيني وذكر الله عقلك. هذا سبب هذا بتبصر كيف هذا. قال إذا قتل الأخ أخا ثم عفت أمه عن القاتل وأبوهما قد توفى فما الحكم؟ هل يصح عفو الأم من ذلك؟ نعم، لأن الأم وارثة. العافي هو من قد كان وارث، أي وارث كان سواء كان رجلا أو إبرة. هذا هو القول الصحيح والذي قال به جمهور العلماء. لا فرق بين عالم إلا جيل بعض آراء بعض قضاة التابعي في العصر الأموي كان يقول أنه ليس للمرأة العف، وإلا فالعلماء كلهم يقولوا أن النساء شقائق الرجال، فإذا عفت المرأة الذي يا وارثه سقط عن الجميع. قال سمعت أن في قانون المرور إذا سقط طفل من عباره فوصل فوق سياره تقف على الرصيف فبات الطفل فإنت يتهو على صاحب السيارة الواقفة التي سقط عليها. فما قولكم؟ هيا هذا يقدم إلى قانون الملوك، لأنني ما قد اعترفت له أن معهم قانون وأن قانونهم صحيح. وعادني الغريب وعداش أتحمل مسؤوليتهم واتيت لي سيارتك في الرصيف طرحتها ما بش فيها شيء بتاع الولد سقط، بدل ما يضمنوا الذي خلى الطاقة مفتوحة أو الذي ربطه حينما فتحت الطاقة أو غيره صاحب الأسنة. هذا صاحب السؤال ما يشبع السيارة، ولو يشبع السيارة هدو يوقفها على هذا الصفحة. ما هو الفرق بين الخيل والفرس والحصى؟ ولماذا خصص الخيل بأكلها دون غيرها؟ الخيل إيش؟ مثل ما نقول الجيش، هذا وهذا 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 اسمه الجيش، والواحد اسم جنس ما نسي لكن اسمه هذا، وهذا اسمه الخيل. ها اسمه الخيل، ولا يقال للواحد خيل وغيره. الفرس اسم للواحد، الواحد يسمى فرس سواء ذكر أو أنثى. عندنا في عرف أهل اليمن يطلق الفرس على الأنثى والحصان يطلق على الذكر، مع أن في اللغة العربية يطلق على النوع سواء كان ذكر أو أنثى، لفظين مترادفين.
نوع الحيوان هذا يقال له فرس ويقال له صار، لا فرق، مثل ما يقال له ليث ويقال له أسد ويقال له غضنفر ويقال له إلى آخر أسماء مترادفة. أما ما هو الفرق بينه، هذا ورد النص في حق الخيل أنها تؤكل، والحديث الذي في أنها لا تؤكل حديث ضعيف. قال ذكر المؤلف بأن دية الذب نصف دية المسلم، ولكن كم دية المرأة الذمية؟ دية المرأة الذمية نصف دية الذمي الكافر على مثل على بعض نصف على بعض. قد نزلنا دية المرأة المسلمة نزلها الشرع إلى النصف، كذلك الذمية ديتها نصف دية الكافر الذمي. قال وبعد رجل أطلق رصاصتان، أطلق الرجل رصاصتين مفعول به منصوب في الياء عن جاء سيد بح قاسم بح، طلق رصاصتين مش رصاصتان، لأنه مش هو مرفوع هو مفعول به. الرجل مبتدأ طلق فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الرجل، وذي الرصاصتان هو الخلف. وإذلك قالوا وجدوا في بعض كلام لغة العرب لفظة أكلت دجاجتان وذبحت دجاجتان، والصواب هذا من باب المعاياة ومن باب الإلغاز. وجد في بعض كلام العرب أكلت دجاجتان وذبحت دجاجتان، والصواب أن يقول أكلت دجاجتين وذبحت دجاجتين. الجواب أنه رجل اسمه تاء فقال أكلت دجاج تاء، أكلت دجاج رجل اسمه تاء فهو مضاف، أكلت فعل ماضي والتاء للفاعل، دجاجة مفعول به منصوب ثاني مضاف إليه. ظهر احفظوا اكتبه، هذا ستوصل إلى الجامعة الكبير في صنعاء ويقولون بتقرأ نحو ويقولون بتقولك هذا السؤال، ما قولك في قول بعض العرب أكلت دجاجتان يعني ما معنى بعد اللازم أكلت دجاجتين، فقلوا هذا هو من باب الإلغاز لأن دجاج مضاف وتان اسم رجل، فأنه قال أكلت دجاج محمد أو علي أو عمر أو غيره، هذا من باب الإلغاز. كان رجل أطلق رصاصتين على غريبه، فأحدهما اخترقت الكف والثاني اخترقت الإلية، خيضة مسترش وضعها مثل ما وضعها دي أبيب اليهودي استطاع يفعلها في الطحة المهلكة في ساعة، والثاني اخترقت على اليتين وخرجت من تحت القبل ولم تمس أي عظم، فكم مقدار أرش هذه الرصاصات ولم يمت المصاب، فإنه ما زال حيا وقد شفي، وكان إطلاق الرصاص عليه عمدا يسئل ويعرشوا له الثيئة أعرش له ولا شعرش العرض، وما قلت لكم أما أن غيب ما يسمش أبدا لابد أن يجوا يحضروا ويأرشوا وأجي أقيسه وابصر هل دخلت من الجوف أو لا، هل دخلت كذا كذا، ما تسمع على هذا، هل تسمع أمة أو تسمى جايفة أو تسمى كذا وكذا، هذا ما تسمى متحمة أو تسمى عادي على ما فصلوا. إذا خذيت لها قريب العظم فيقال لها باضعة ويقال لها سبحان ويقال لها كذا كذا، وانكسرت العظم فيقال لها منكرة، وإن خذيت قرب بيد الله وزد لقيت في شفار البعد ببقعة هذا فيقال لها جايفة على دخلتها ثلاثتها وفي خرجتها ثلاثتها، وإذا دخلت في الإلية وما لقيت جوف ولا لقيت شيء ف
فباب الله يعني بالنسبة إلى وصولها إلى العظمي هل تكون سبحان أو باضعة أو غير ذلك. قال إذا جلى رجل على كلب أو ربا تمينا الأوادم المسلمين ثم دخلنا في الأوادم المشركين ثم في أهل الذمة ثم في نساء أهل الذمة والآن أصبحنا نؤرس للكلاب. قال إذا جلى رجل على كلب أو ربا أو ديك أو دجاجة فما الحق؟ الفرق بينهن إذا رمى الدجاج يدي قيمة الدجاجة وإذا رمى الديك يدي قيمة الديك. أما إذا رمى الكلب فلا يخلو إما أن يكون الكلب هذا ممن أجاز الشرع أنه يطعن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجوز اتخاذ الكلب إلا كلب ماشي حراسة الماشية أو الزرع أو الصيد. فإذا كان الإنسان اتخذه للصيد فقد أجاز الشارع الظاهر يمكن يقول هكذا ويمكن أنه نقول أنه لا دية له. لماذا؟ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وعن شرائه وإذا كان مرعا فالظاهر أنه يقاس عليه ديته. هكذا الأمر الشرعي يعاده محتمل أن يكون له قيمته إذا كان جائز اتخاذه وأما إذا كان غير جائز فهو هدر. ويحتمل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكلب وعن أكل ثمنه وبناء عليه فدمه هدر. هذا يقدم إلى محكمة لندن التي حكمت على الحج عزيز. من هو الحج عزيز؟ هذا المرافق لابن الإمام. دخل الحسين بن الإمام لندن قبل 60 سنة أو قبل 55 سنة ودخل ولابس اللبس اليمني الجوخ الأسود والشال الأبيض وفي يد السيف سيف مزخرف في مدحكه مثل ما العصية العصابه هو بعمامه. أهل لندن ما يعرفوش هذا اللبس أبدا ولا زالوا يستنكروا أنا حين أخرج الخارج أنا أخرج وأنا ألبس هذا اللبس ومن جاء بسردي ومن جاء سافو ومن جاء مشد مشكلة ما هو هذا من ننجي يعني كتابنا القبر من ننجي. الكلب كلب لندن ما لكم سنفتوا سنسوا بعدكم ما قاموا شنو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا لأجل بسر الكلب كل واحد يتسجل وقفوا ما لكم حتى العادة قريب قوي. هذا الكلب هذا ابصر ابن الإمام هكذا وحالا حفحف والمرافق حق ابن الإمام توهم أن كلب لندن مثل ما كلب أسرع حديد عنه ويقتلوه قفز ووجر الجبي وضعنا الكلب والبوليس رسم الدكسة رسم وخرج صورة الدكسة. يوم ثاني ما جاء لو قد بيع استدعاء إلى المحكمة لأنه جلى على الكلب وحضر إلى المحكمة وحكمت المحكمة بأنه يسلم أجرة العلاج وأنه يذهب إلى المستشفى يزور الكلب هذا لأجل يرد اعتبار صاحبه لأنه إهانة له. قال الراوي فلما وصل سره من الإمام قال هل سنسل بدي لهذا قد قسمها والتفلين في سار أخطوا معي يا سيدي لأنني ما قتلت إلا لأجلكم ما طعمت لأجلكم. قال بسم الله فبدوا على العنبر وليهودي قال هذا الكلب لقيت هناك هذا حال مبسر حتى عزيز صاح اكسع توهم قد اثنين لكن صوت قال بس يرجع له ورجعوا اكسع وحالا بعد عالجوا وخرجوا. هذا عند النصارى فيقدم إلى هذا المحكمة. أما عند الأمر الشرعي فما بسكودنا في هذا ما حكم لسان الأخراس هذا ستجده في الكتاب الذي عرضكم. هذا هو الرجل الذي معه عين ما بيستدش به
فيها حكومة سيأتي قريب فيها. كذلك الرجل العجم إذا يعني جنوا على لسانه، هذا بذكر في الكتاب الذي اتيت لكم أنجلته. صبرتوا ولا شيء؟ ايه صبرنا. ها؟ احنا قلنا لكم من هو الذي ها؟ الذي اما ترجو من الإدارة عني بأن يصورها لهم ولو بعض الصور، أو تسلمها إلى من تثق به وهو يتكفل ويراجع الإدارة، أو يصور خارج. لابد ما تصوروا 3-4 صوافح وتحتفظوا بها، ففيها فوائد جدا. الخلاصة وبديتها إلا الأجر هذا في هذا الكتاب الذي فيه الوجود أي حق الغزالي الثاني، هذا 4 أو 5 صوافحات، هذا ترخص بكتب الفقه ومن الحواشي وغيره. فإما يتكفل بها واحد ويصير يصورها، أو يعني مما تعرفه وتثق به، أو تراجع الإدارة اللي على لساني تقول قال الشيخ من الضروري أنكم تعملوا كذا وكذا، عادوا من تمام العمل بشي لشخصية لي إذا ما هو من تمام العمل اشتوى اكتب ورقة، فأنا اكتب الورقة ووقع يرجع كذا وكذا. وين الأستاذ عبد الرحمن؟ وين الأستاذ عبد الرحمن؟ خلاص هذا بديت لكم إلا لتستندوا فيها وتحفظوا، فإن فيها هذا الأسئلة كلها ما أتيت الكتاب إلا لهذا. كم دية دية ذكر العدي وهذا سيأتي في الكتاب، هذا دية الدماية كالبراء هل اختصر هذا لا كله اللي في هذا الورقة موجودات في هذا الكتاب 4 أو 5 صوافح في الكتاب هذا، تجدوا الأجوبة ومسائل غريبة جدا، فاحفظوها واحفظوا على الصفحة باسم الكتاب والصفحة وصوروا واستندوا إليه. ما حكم ولد الزنا إن قتل من قبل الزاني أو أمه، وما الحكم إن كان جني؟ خرجنا من الأولاد الشرعيين إلى أولاد الزنا. حكم أولاد الزنا أنه لا يلحق إلا بأمه، وإذا جنى فعاقلته هم عصبة أمه لا عصبة الزاني. وما الحكم إن كان جني؟ إذا قد كان جني حكمه حكم غيره. واحد دقت المرأة هذا وبعد سقطت الولد، هذا الولد حكمه مثل ما حكم الولد الشرعي، إن عطس كيف حكم العطس، وإن لم يعطس كذا مثل تماما، لا فرق بين ولد الزنا والولد الذي برشته. قال الخير والبغاء، اليوم دخلنا في مسألة ثانية، وهذا الخير والبغاء قد قرينا في باب الأطعمة والأشربة، والآن قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبوها سورة النمل. نعم، فنرجو توضيح ذلك معنى الحديث الذي ذكرته. اختلف العلماء في مسألة الخيل هل تؤكل أو لا، فقال العلماء أنها تؤكل، وذلك مذهب الجمهور أنها وردت أحاديث تدل على أنها تؤكل، ولعلها سبقت في باب الأطعمة والأشربة. الحكم الثاني في مسألة هذا الذي قال وزيدة، قالوا فيه دليل على أنها لا تؤكل. لماذا؟ لأن الشارع في القرآن جعلها زينة، ما قالش لتأكلها، زد قال وزينة، قال ما قالش لتأكلها ولكن لغذائها، ولكن قال زينة، قالوا زين بالناحية وبالأدلة الآخرة، هذا قد يزين البغاء والحبيب هذا للركوب والزينة. خلاص نرجع إلى الأدلة الآخرة، وردت أدلة تدل على عدم جواز أكل البغاء. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن أكل البغاء والحبير لا يجوز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أنه نهى عن أكل الحمر الأهلية، وأما حديث الفرس أنه نهى عنها عدد. فما مش مشكل أبدا في هذا. كذلك الحديث اختلف العلماء هل يجوز للمسلم
يأخذ الحبار فيجعله ينزو على الفرس حتى تلد أولى. قال بعضهم أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يصنع ذلك الذين لا يعلمون، وبعض العلماء قال مباح. قالوا والأصل الإباحة ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا هذا القول والخيل والبغال ما يمنش. الباري سبحانه وتعالى علينا بنعمة أصلها غير شرعي دليل على الجواز، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وركب عليها وبقيت معه. لو كان أصلها محرم أو مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها في الوقت. الحمد لله بشرتني.